احنا عند ايه بقى قبل ما نروح؟ انت مش احنا عند هتروحوني اللوايح ولا هنروح للنادي اللوايح. الاهلي ولا هنروح عندك ليه؟ لوايح، يلا سخنتوني شويه احنا لوايح كنا قلنا اتكلمنا دور فيها. الضيف. انت حضرتك يلا. اللي بنتكلم ان احنا عندنا دلوقتي لوايح واضحه وصريحه فيما يخص لجنه المسابقات وعقوبات واضحه وصريحه. طيب احنا نتمنى ان ما اعلن، وطبعا الناس حطت كل حاجه على الموقع الخاص بالرابطه، وده اللي عجبك. عايز يعرف جدا كويس جدا، انت اديني سيستم تلاقيني حلو. فانت اشتغلت بشكل محترف، حق الناس كلها تعرف، حق الناس تعرف تسالك، بس اهم حاجه هو تطبيق بقى ده. يعني انا خلاص عندي الجايد لاين، عندي الحاجه المرجعيه اللي انا همشي عليها، المهم بقى هو تطبيق ده. مهم جدا ان في حاجات اختلفت في اللوائح وفي العقوبات. انا عجبني فكره تفسير كل اعتقد حاجه. احنا ملخصين يا جماعه جزء من ده، صح؟ انا عجبني جدا يا كابتن شوبير فلسفه ان كل حاجه واضحه. نعم. الفكره اللي هي عامه او الحاجات المعممه انت بدات تقلل منها. انا بشكرك يا فارس، لان انت بعتنا الحاجات دي، فزملائنا الحقيقه في فريق العمل كله اشتغل عليها على طول. احنا لو هندي مثال مثلا بالتلفظ بعبارات بذيئه تجاه الحكم او مساعديه او اي من مسؤولي المباراه، او القيام بحركات غير مهذبه او اشارات فاضحه ورش المياه تجاه الحكم ومساعده واي من مسؤول المباراه، هو ايه الجميل هنا؟ الجميل هنا ان انا عمال اقول ايه الوقائع اللي تندرج تحت البند حلو. ده، هو مش عايز يسيب حاجه، مش سلوك رياضي غير مشين. طب هل ده مشين ولا هل ده مش لا مشين؟ ده انا حددت ده كل حاجه، البصق على احد الحكام او مسؤول المباراه، محاوله الاعتداء على الحكم او احد مساعديه او اي من مسؤول المباراه، اعتداء على الحكم بالدفع او الجذب. حضرتك دي مش نفس العقوبه، عقوبات مختلفه تماما. ولو الحكم الاعتداء على الحكم بالدفع المباراه اذا والجذب. تسبب باصابات، ده شوف حضرتك هنا التدرج في فكره الاعتداء شكله ايه؟ هل هو دفع؟ هل هو سب؟ هل هو بدا يتحول لمرحله الايذاء او تسبيب اصابات او التسبب في اصابات؟ كل ده بدا يبقى واضح. بس انا عايز اقف عند النقطه رقم 3 يا كابتن، وهي محاوله الاعتداء على الحكم او احد مساعديه. انا خايف هنا يحصل لبس، هي دي النقطه الوحيده اللي انا ممكن اتحفظ عليها. يعني ايه محاوله الاعتداء؟ هل يعني جريت في اتجاه الحكم؟ ما انا اسمها محاوله الاعتداء. هيفرق ايه محاوله الاعتداء عن الاعتراض؟ انت كده لا، الجري انا بجري في اتجاه الحكم، انا عايز اضرب، يعني انا جاي ناحيتك عشان اضربك، فراح فارس راح مانعني، هو ده محاوله الاعتداء. لكن لو انا واقف من مكاني ده اعتراض، التشويح بالايد مش عاجبني كده. لا واضحه، اتمنى ده. لا اتمنى اصلا ولا انا غلطان؟ لا واضحه بصراحه. احنا بنتكلم في بدايه الموسم، هنيجي وهنقف عند لقطات زي دي. ما انا بترجم. هنقف عند لقطات زي دي، لان هنا ممكن يجي لاعب مثلا، انا خبير ترجمه في الحاجات دي. ما هو حضرتك حاجه اصلا. ممكن يجي لاعب انا جاي مثلا بجري، فلاعب زميلي يمسكني، قمت لابس ثلاث ماتشات، وانا اصلا ما كانش في نيتي ان انا احاول اعتدي على الدنيا. اصلا اتمنى ده على بعض، يعني بتبان انا رايح في اتجاه الحكم وانا بجري في اتجاه الحكم. انا في رايي وأنا اي محاوله جري اتجاه الحكم كل سنه وانت طيب، ده مش مفترض. وبتبان يحصل. بقى ممكن انا رايح بقى بجري عشان اقول له يا كابتن فاول، انذار بتاعه واضحه. اتمنى لكن ان ما رايح يحصلش تداخل ما بينه وبين الاعتراض. انا بقى بنتكلم ماشي كويس. احنا يا كابتن شوبير حبينا بس نستعرض مع حضرتك فكره ان احنا مع ده. احنا مع ده عشان يكون في عقوبات واضحه، يكون في مرجعيه لينا كمتلقي او كمشاهد او كادارات انديه او كاعلام تقدر تحاسب. ده خطوه جديده، انا بشوف ان دي نقله، وانا شايف ان برضو العقوبات الماليه في رايي انا الشخصي هي عقوبات قليله، لان انا بتعامل ما بين، شفت في افريقيا ازاي تم اتخاذ قرارات فيها عقوبات سواء نادي الزمالك او انديه اخرى، ازاي العقوبات الماليه مغلظه او العقوبات على اللاعبين برضو اسامه مغلظه. انا بشوف مع العقود الكبيره للاعبين مقارنه بالسنوات الماضيه، فكره بقى عقوبه 20,000 جنيه و 50,000 جنيه أكتر عقوبة انا بتوجع. مش شايفها ان هي اكتر عقوبه بتوجع. ايه اللي ما يلعبش؟ بس اللعيب ما يلعبش طبعا. سيبك بقى من ال 20 وال 50 وال 30، المنع من اللعب دي لا، واننا نوصل لسنه ميلاديه ممكن طبعا. 12 دي نقطه مهمه، 15 16 وفي سنه ميلاديه والجميل مفرق ما بين الجهاز الفني والاداري واللاعبين. ده انا عايز اقول لكم يا جماعه معلومه خطيره جدا، زمان العقوبات كانت تضرب في 10، يعني اللي كان يشاور بايده اشاره كان بيتوقف سنه. سمير كمونه خد سنه طبعا، ابراهيم حسن خد 6 شهور في حاجه خارج مصر. بالمناسبه سمير كمونه ما جاتش في البث المباشر ولا احنا شفناها في مباراه الاهلي والمحله كاس مصر، وخد العقوبه سنه. احنا ما شفناهاش على واحد كتب في تقرير خلاص.
ودي مسؤوليه بقى كابتن مهمه جدا على مراقب المباريات، لان مهم جدا ان يكون مراقب المباراه يتحلى بالامانه والنزاهه والشفافيه ويكون مركز. ونتمنى اننا ننزل باعمار مراقبين المباراه عشان يقدر يجاري يقدر يعني يجاري ما يحدث. طيب من سرعه في نكمل بعضا من اللوائح. اتفضل يا استاذ. عندنا عدم تنفيذ تعليمات الحكم او التذمر والاعتراض، دي بقى عقوبات يا كابتن، وده اللي انا بقول الميزه اللي فيها ان هو مقسم الجهاز الفني والطبي والاداري، فكل البنود او البند رقم 7 بكل النقاط بتاعته مخصصه للجهاز الفني والطبي والاداري. بتبدا من لفت نظر لو انت ما نفذتش تعليمات او تذمر او اعتراض على قرارات حكم او المراقب بالاشاره او القول، تحريض اللاعبين بالسقوط على ارض الملعب، ودي نقطه يعني مهمه، انذار و10000 جنيه غرامه. هي فكره ادعاء السقوط لاي اسباب، حصول على ركله جزاء، تضييع وقت، كل الكلام ده بالنسبه للجهاز الفني والطبي والاداري انذار و10000. عدم الالتزام بالمنطقه الفنيه او مقاعد البدلاء، الدخول لارض الملعب، ودي برضو كانت موجوده 25000 جنيه، ركل كرة احتياطية، ودي مهمة بقى كابتن لأن أنا شفناها في لقطات جداً كتير جدا، مباريات كتير جدا، أن يتم تكليف صبيان الملعب أو الناشئين اللي بيبقوا موجودين في الملعب وحاملي الكرات أن لو في هجمة لفريقك أو على فريقك ارمي الكرة عشان توقف اللعب. هو أنا ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل. هو بيقول المنع من مرافقة الفريق 3 مباريات. ماشي؟ وبعدين المنع من مرافقة الفريق 4 مباريات. تأخير اللعب. تأخير اللعب أو أنت تشوت كرة جوه الملعب. لا لا، ركل كرة، ركل كرة 3 مباريات، 4 مباريات دي مرتبطة بمحاولة تأخير اللعب. يا جماعة، ركل كرة احتياطية داخل الملعب أثناء سير المباراة، المنع من مرافقة الفريق 3 مباريات، ده حقيقي، محاولة التأخير 4 مباريات. بالظبط، ماشي كده. ده مثلا على إداري عامل غرفة ملابس، مدرب، مساعد مدرب، ده حقيقي. طيب لو لعيب، لعيب عمل إيه؟ هو ما حطش ان اللاعبين بيتصرفوا، هو ما حطش اللعيبه دي خالص، لان اولا اللعيب مش هيبقى حامل كرات، مش هيجيب كره من بره الملعب. قصدك لو لعيب من الدكه من الاحتياطي، شاط كوره تاخير اللعب دخل الملعب عطل اللعب. بص هنا بالنسبه للعقوبه كده، انت بتديهم، انت بتدي حياه للعيبه الاحتياطي. بالظبط كده، احنا بننبه لجنه المسابقات ودي اصل المنع غير الايقاف، يعني يبقى هنا لازم اللاعبون يكون لها ودكه البدلاء. بالظبط كده، دكه البدلاء دي مهمه فعلا، لانه برضه التلفظ بعبارات بذيئه تجاه اللاعبين او الجهاز الاداري او الفني او العناصر المساعده، كله منع، منع القيام بحركات غير مهذبه او اشارات فاضحه. بس دي لعيبه وجهاز فني اشترك، فين اللعيب؟ الجزء الثاني ده خلاص اشترك، اللي فوق ما اشترك، ما اشتركش اللعيبه. بالظبط، لازم هنا تشرك لي اللعيبه ولا انا غلطان؟ مهمة جدا. لا لا كابتن شوبير، ملحوظه مهمه جدا، ده كلام مهم، لكن اللي تحت بقى التلفظ المنع، وهنا اللعيب 3 مباريات 4 مباريات 5 مباريات 6 مباريات، شيء رائع. وتضاعف العقوبه، عقوبة الإيقاف والعقوبة المالية لو أنت قررتها تاني، بيتم مضاعفة العقوبة. طيب الجزء الأخير برضو أو البند التاسع برضو مرتبط بالجهاز الفني، ده كل ده إداري، كل ده إداري. فعشان كده مفيش لعيبة، بس أتمنى في البند رقم 7 يا كابتن طه إنه تشوف موضوع اللعيبة ده عشان الدنيا تبقى. والله يا كابتن شوبير، أنا عايز أثني على إن إحنا عندنا ناس وعندنا شباب بتقدر تضيف، وتقدر لو عندنا الإرادة نقدر نشوف ده، بس أتمنى إن إحنا بدأنا مشهد ايجابي جدا نكمله بتفعيله، وانا احس ان حضرتك عندك بوادر امل ان هيكون في تفعيل للعقوبه. انا قلت بوادر في حواري وأمل. لا في حواري او في حديثي مع المهندس هنا بريده، انا خرجت متفائل، لان انا بصراحه كنت شايط، فالراجل كلمني قال لي 1 2 3 4، وقال لي هتشوف ده هيحصل ولا مش هيحصل. بس اللي انا دي لجنه مسابقات، يعني مفترض قول يا كابتن شوبير، ما تضحكش عليا، استنى في حاجه هتخرج مهمه دلوقتي. انا اتمنى ان طه عزت يكمل. ده ازاي مليون يعني. في البحر يعني. احنا لسه بنقول عندنا يا عم، انا بقول لك اتمنى يعني يا رب، هو برفع ايدي للسماء ان طه عزت يكمل. طيب عشان يا جماعه وصلنا فكره يعني البتاعه كبيره جدا، خلاص هنا بقى كل حاجه، الايقاف سواء للاداريين او للاعبين او، ودي امور احنا شايفينها جيده وخطوه طبعاً على الطريق طبعاً. وارجع تاني اتمنى انه يكمل، دي مفاجاه بالنسبه لنا. يا عم انا بقول اتمنى، وانا قلت لك مشي، انا بقول لك اتمنى ان الراجل بتاعت حضرتك بقول لك اتمنى 90% اتمنى الراجل يكمل. طيب انا عرفت ان انا عندي حق في عدم يعني الثقه بشكل واضح الا لما اشوف. يا عم احنا قلنا حاجه، انت هتقولني كلام ليه؟ انا قلت حاجه دلوقتي عم فارس. لا انت ده شرير، جدع ده شرير، جدع ده شرير جدا. لا انا اتمنى فعلا انه يكمل، لانه شخص كويس وله تجارب جيده، وان شاء الله يكون ناجح باذن الله.